مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علمتني الحياة. في هذه الحلقة مشاهدينا سنتعرف على واحد من الجزائريين المهمين بعلمهم والمهمين بإنجازاتهم والمهمين بنجاحاتهم كذلك. سنتعرف على قصة أحد الأطباء أو أحد الجراحين الذي بفضله وبعلمه وبحضوره تكون عدد كبير جدا من جراحي المخ والأعصاب في كل ولايات الجزائر التي يشتغلون فيها اليوم. تحدث وسنتعرف على قصة البروفيسور نافع إيوالالان، رئيس مصلحة جراحة المخ والأعصاب لسنوات بمستشفى أيت إدير بالجزائر العاصمة، والبروفيسور الذي أجرى آلاف العمليات الجراحية، البروفيسور الذي في قصته ميزة كبيرة جدا وهي أنه لم يقبل أي عرض ورد إليه من الخارج، بحيث كل المسار المهني الذي قام به وكل العمليات الجراحية التي قام بها كانت هنا في الجزائر، بالإضافة إلى العمليات الجراحية التي كان يقوم بها في الخارج في مرحلة التربص، كل العروض رفضها من أجل البقاء هنا في الجزائر، من أجل البقاء لخدمة بلده ولخدمة أبناء بلده. سنتعرف على قصة البروفيسور نافع إيوالالان. بروفيسور، شكرا جزيلا كي جيت معنا، ونتشرف ونحن فخورين جدا بأنك قبلت أن تشارك معنا وتروينا القصة تاعك. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. قبل ما نوصلوا لجراحة المخ والأعصاب اللي قلت لي تعبت منها، نتحدثوا على بدايتك، على طفولتك، كيفاش بديت في الحياة، وين زدت، وين تربيت، وين قريت، كيفاش قريت؟ زدت في البلاد قبيلة بغني. الله يبارك. دونز ان بتي فيلاج هذاك منبا وحدنا في لا كولين، هذيك داير اسمها كولين نوبليه ماشي انها. زدت تما، وبابا إما مات الله يرحمه سي اون 52، وهو واش دار؟ زوج تبن، اختار البلاد. كنا في 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 20 وشي في الدار. 20 خاوه ولا خاوه؟ خاوه ولا العم، ولاد العم. ولا سيتي ديفيسيل. جي انا فيكو هكذاك. عشتوا في ظروف ماديه كيفاش كانت؟ الظروف الماديه كيفاش كانت؟ كنتوا لاباس بكم، فقاره، محتاجين؟ انا خاطر بابا فلاح، لازم تخدم من صغير تروح تعمل. كنت راح تخدم؟ وي بس ماشي انا خليني ترانكيل شو، لا خاطر صغير فيهم. صح. كنت محظوظ لانك كنت انت صغير. ما خدمتش في الارض الفلاحه، خدمت ما خدمتش؟ كنت صغير. شوف انا كنت صغير، اخواتي واحد يديكتيفي، واحد يفوشي، ما نريحوش ترانكيل، لازم نخدمه سينو ما ناكلوش. سيتي صح. الوالدة تاعك الله يرحمها تشفالها شوية ولا ما لحقتش بها؟ ما لحقتش بها. كان في عمرك عامين ولا ثلاث سنين؟ 4 سنين. ماتت 52. توفات قبل ما تبدا تتذكر انت، قبل ما تشفى. الله يرحمها. الله يرحمها. تربيت في بوغني، دخلت تقرا في بوغني ولا وين دخلت تقرا؟ قلت بديت القراية تما 54 والكيرات جات. انسويت أنا دي على ميزون وفرحنا باسكو فرحت كي حبست القراية. حبيت. ما نحبش، كنت ما نحبش القراية. واش ندير كي نروح نمشي دي فوا نروح ندير كو كوما سابير كوربيسيونيير، نروح للواد ونلعب تما. فوالا. ومن بعد شحال من عام حبست القراية؟ من 54 حتى 58. 58 جيت عند خويا الجزائر، قال لي رحت معاه ممكن نقرا انا في باب جديد اسمها ليكول دو لا فيكتوار. بديت ثم سنه اولى.
راح كنت كبير في السن. لا ماشي سما كنت اونسين كونت بيت واحد سانك وطرواز طرواز وكاتران ابري. ما دخلت تقرا وانت كبير في السن؟ ايه شافوني بزاف جيتي ترو فيو. اي ما في صوتي ديك العصر. وقبلوك عادي ما قالوكش تكبير ما تدخلش؟ لا باسكو الديريكتور هذاك خويا يعرفه هذا ما كان وعاونني على كل حال. وكي دخلوك تقرا من بعد قريت كل السنوات ولا عاونوك شويه؟ هذا سنوات يعاونوا خليوني نجوز نصوتي لكلاس. فوالا سيتي ديفيسيل. على جال لاج تاعك على جال السن تاعك؟ اه لاج تاعي جافي بلوس دو 9 10 اي من بعد جو سوي اريفي على فان دي زيتود بريمير. À l'époque, c'était le certificat d'études. Où j'étais, on a fait Ben Aknoun. À Manfem Wallou. Attends, c'était trop. Ah, écoute, le cheikh Gali, je ne sais pas si c'était un Algérien ou un Juif, je ne sais pas. Et il m'a dit, tu ferais mieux de travailler. Oui, je vais le dire. بعد جاو ثاني ليزيفينمون لوايس اي تو سا وليت البلاد رحت ما فرحت قلت خلاص القرايه مي كان انسيسيون دو راتراباج هنا في الجزائر 62 اي جي باسي محليك دي فوا جي دير بوب لا ميموار جي باسي السيرتيفيكا ديتود جوزتو في البلاد جي با ريوسي من بعد كاينين اون سيسيون دو راتراباج هنا في الجزائر. تجوزت هنا؟ اه كنا يجوزوا وفرحت. تجوزت هنا ربحت؟ ايوا. تما ما كنتش متعلق كثير بالدراسه بروفيسور، ما كنتش تحب تقرا بزاف لك كنت صغير. لا كنت وليت تاع البلاد. كي جيت ديجا للجزائر ما حبش. هاي هاي كنت مليح في البلاد. ومن بعد خلاص كاين مرحلة واحدة أخرى الآن كي ربحت في الشهادة راح تواصل الدراسة تاعك هنا في العاصمة. أيوة. بعد تحسن المستوى تاعك وليت تحب القراية ولا كملت ما تحبهاش؟ آه شوف شوف دائما موية. نعم نقول لك صح. إيه من بعد سيتي سيتي الكوليج. إيه. في 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 شامانفر. الإدريسي. الإدريسي. ثانوية كما نقولوا إيه. الليسي. فوالا بديت تما حتى الباك. وكيفاش كان المستوى تاعك؟ النيفو تاعك في الدراسة؟ شوية موية. أفهم ماشي حاجة ماشي حاجة. الباكالوريا جبتها من أول محاولة ولا؟ آه بعد بديت نقرا بكري كاين دو سيري كاين البرومي باك. البروباتوار جبتو الباك دوزيام باك ديفينيتيف هذاك جبتو ثاني. اه مليح. خرجنا في لي جورنو هذاك الوقت كان الاعلان عن النتيجه في الجرائد. لا ليست تاع لوريا. نهار جبت البكالوريا نهار نجحت في امتحان البكالوريا. ايوا. تفكرت الصغر تاعك انه كنت ما تحبش تقرا وتهرب من المدرسه ولا كيفاش كان شعورك؟ كيفاش حسيت؟ يستدير ما نحبش يعني لا في هذيك تاع شي باريري بصح هكذاك دونك جو فولي ريستي او بلاد هكذا كيما الناس عنده صحاب واحد برجي واحد فلاح واحد انا خويا كان خويا الله يرحمه الله يرحمه مو بوسي. لما كنت صغير كان حلمك انك تصبح طبيب ولا وش كان حلمك لما كنت صغير؟ أول أريا كنت هكذا جات لي في راسي. جاتك في راسك تولي طبيب بعد ما جبت البكالوريا؟ بعد ما جبت أنا بعد كي جبت البكالوريا قلت نولي إن شاء الله طبيب. سقساك في واحد في مرة من المرات سألك الأستاذ تاعك قال لك واش راك حاب تخرج باش تعمر هذيك الورقة؟ إيه في الليسي هذا الليسي جات طبيب
واش جاوبك الاستاذ؟ والو، قال لي انت تولي طبيب. قلت له لا غالب. هذا ماك سبحان الله. من بعد هذا التلميذ ولا واحد من اهم واكبر جراحي المخ والاعصاب في الجزائر. الله نشكرك على البساطه اللي تتكلم بها وعلى هذا الصراحه الكبيره جدا. بصراحه هذا شيء مهم ومميز جدا. دخلت الجامعه بعد البكالوريا، اخترت الطب مباشره. دخلت في لا فاكولتي درجي مع لا فاكولتي دو ميدسين، وجزت بريمير دوزيام جوسكالا سيزي. ما ضيعت ستيام اني، ما ضيعت ولا سنه، ما عاودتش. نو، بعد وليت نخدم. فوالا. وقتاش قررت انك تختار هذا التخصص جراحه المخ والاعصاب؟ هذاك يكون طبيب ديجا. نعم. كنت ندير ستاج دانترن على القطار، درت انترنا وحدين اني. مع كاين لا نورولوجيا كوتي نورولوجي. سمعت هيري بديت فيها. بديت فيها 1975. التربص تاعك ستاج تاعك درتو في عيسى في اي تيدير؟ وي درتو شويه عند مصطفى بروفيسور ربي بعد الله يرحمه. درت واحد يوناني خاطر كاين لي تروماتيزي دو كران تو سا. كي دخلت لهذا التخصص بروفيسور، هذا تخصص صعيب ودقيق جدا، ومعنى انت طبيعتك كنت حاب تبقى في البلاد. ما ايوه. جاتك سهله ولا جاتك صعيبه باش توالف هذا التخصص؟ صح، الديبيو جاتي صعيبه. قلت شنو هذا، واش الهم وين راني. بعد بون مسيو هابيتي مسيو دهوا وعرا يقول لك واش دير انت في لا نوروشيولوجي يرحم والديك. ندير كيما الناس قرين. في هذا المسار وانت تقرا باش تولي طبيب جراح مختص في جراحه المخ والاعصاب، دير عمليه جراحيه ماشي وحدي، تحت اشراف الاستاذ البروفيسور. دائما هكذا برانسيب يخليك هكذا لي بتيزي، دائما نعاونوا ونيتي دي زيت. وقتاش تبدا تدير العمليه الجراحيه وحدك لما تتكمل التخصص؟ سي بيان سي بيان بلو تار. جبت الريزيدانا تاعي وليت اسيستان خلال 75. شوية شوية بودو لاني 76 77 بديت نم. تذكر أول عملية جراحية درتها وحدك مشي مع البروفيسور؟ إيه كنت إيه خلاني خلاني خليوك مشي هكذا. إيه درت واحد لوبيراسيون فرحت كلش، مي من بعد زاد عليها الحال. كيما يقولوا ديغوتيت. لا ما كان. من بعد بشويه شويه ندخل البلوك سيرتو وين واش كون اون ديفيان اوتيل في لي زيرجونس. خاطر في لي زيرجونس تخدم تشوف بليجي فوالا سي كوم سا. وش هي أصعب حالة جابوها لك في الاستعجالات في ليزيرجونس؟ أصعب حالة اللي تبقيت متذكرها ما نسيتهاش؟ أحيانا بقوة. أنا بقوة. مثلا؟ يعني يجيو برسك يصور. دوتر يصور برسك بور دو لامور. مي جو نو سي با يعني سي تري ديفيسيل. وسبحان الله بفضل ربي تسلكهم. نعم يعيشوا، بفضل ربي يعيشوا ينجحوا. كاين اللي يسلكوا كاين، خاطر في ليزيرجونس دعوه صعيبه سي با سا ديبون يعني زهرك وتاع المالد. لانه في بعض الاحيان ربما يكون ضغط كثير، قاعه العمليات مش جاهزه، ما تقدرش دير العمليه الجراحيه حسب الامكانيات. الوقت اللي بديت فيه انت جراحة المخ والأعصاب، نتحدثوا على سنة 1975 والجزائر كانت استقلالها جديد والإمكانيات، والجزائر كانت فقيرة والإمكانيات ضعاف، كيفاش كنت تديروا العملية الجراحية؟ الآن تطورت، كاين تكنولوجيا، كاين تقنيات جديدة، كاين أجهزة جديدة. على ليبوك لو برومي زيكزامان بور فير لو دياغنوستيك
يا لا نورولوجي لا نورولوجي لازم تعرفوا بيان بور سيتيوي لا ليزيون. ومن بعد يا فيريان دوتر ليكترون سيفالوغرام فون دوي تو سا باسكو لو دياغنوستيك نيتي با سيور دي نابروش اون دوفي كونيت بيان لي سيل دون تومور سيريبرال. سي سكو اون فيزي اون فيزي لو دياغنوستيك افيك لانجيوغرافي avec l'opacification des artères, quand un service a été dit de radiologie, et avec les signes indirects de la tumeur, on pouvait situer l'emplacement de la tumeur. Tu as dit que le professeur n'avait pas de scanner. Ah, mais quand مازال غير موجود scanner, هذا إطلاقا. Rien, on ne savait pas. Parce que... ou le radiologue là, Ramoni, il va y avoir une révolution pour vous. C'était la tomodensitométrie, le scanner, qu'on a vu arriver dans les années 80. Professeur, un scanner, ou qu'il y a des maladies صعيب باش تعرف عليهم كامل وتحتاج فحوصات معمقة أكثر. بكري بلا سكانر كيفاش كنتوا تخدموا؟ كيفاش كنتوا تتعرفوا على المرض؟ قلت لك عندنا هذيك المويان دو دياغنوستيك شي لونجيوغرافي. هذيك توري لي فيسو سيريبرال سيريبرو، مي افيك لي ديبلاسمون كو لا تيمور انجول، اون لا سيتو ايسي، فونتال باريتال اوكسيبيتال. كانت صعيبة. صعيبة. بعد سنوات بدات الامكانيات توصل وصل السكانر. وي نهار كي جا السكانر هذاك واش حسيت؟ انا كنت استادير مازال كنت اسيستون. دونك ما نشوفش يعني فرحت كيما الناس اخرين، مي بور موا سيتي با اون ريفولوسيون. دخل هكذاك سي باسي كوم سا. بعد ذلك أصبحت أستاذ. نعم. بعد سنوات وليت أستاذ، وليت أنت تدرس طلبة تاع جراحة المخ والأعصاب. آه وي بيان لونتون. هذا نجاح كبير جدا. لماذا؟ لأنه أنت انطلقت من بيئة فقيرة، وبسبب الثورة توقفت عن الدراسة لأربع ولا خمس سنوات، ودخلت للمدرسة وأنت كبير في السن. وقريب ما دخلتش للمدرسة لأنه فاتك الوقت. وبعدين أصبحت أنت أستاذ جراحة المخ والأعصاب. إيه هذيك كنت طبيب. كيفاش كان إحساسك وشعورك؟ هذوك لي زونسينيون لي كي نو زونسينيي لا نوروشيرجي سا إيما أتيري واش تحب؟ لا فورس دونسينيون هما يعرفوا هذيك لا تاكتيك دو لونسينيون. وبشهادة الكثير من الأطباء جراحي المخ والأعصاب يشهدون بأنك كنت واحد من أبرع وأهم الأساتذة في هذا التخصص. وعندنا رسالتين من طلبة توعك اللي هما اليوم من أهم جراحي المخ والأعصاب في الجزائر. نشوفوا وش قالوا لك مع بعض وبعد نعود ونرجعوا للحوار تاعنا. Monsieur Wallalain, donc bonjour. C'est toujours un honneur pour nous de parler de vous. Et comme vous l'avez bien dit, donc on a créé des ATDR un peu partout. C'est des relais à Constantine. Donc et on est devenu avec le temps caractériel comme vous. Je pense que c'est la meilleure solution pour que le service marche. Donc on a développé tout ce qui est communication avec tout le personnel. Lorsqu'on était jeune, on n'était pas très très d'accord avec vous par rapport à cette gestion de service, par rapport à l'hospitalisation, par rapport à la gestion des paramédicaux. Mais avec le temps, c'est la meilleure solution. Donc cette communication, cette facilité d'accéder à un chef, c'est très très important, comme vous l'avez bien fait, et vous l'avez toujours fait, d'être au courant de tout. Donc, moi, je suis très, 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 très fier
d'être parmi vos élèves. Actuellement, je suis à Constantine et j'ai pris vraiment, j'ai pris en compte vos conseils et votre façon de voir les choses et votre façon de gérer un service. J'espère qu'on va atteindre votre expérience et également vos réussites. Puisque il faut pas oublier de dire que vous êtes parmi les gens qui ont formé le plus de neurochirurgiens en Algérie. C'était une véritable, comme vous l'avez toujours dit, c'était le déluge de malades. C'est-à-dire lorsqu'on fait la garde, on voit les tumeurs, les malformations vasculaires, ce qui n'avait fait à toute la pathologie neurochirurgicale qui défile depuis le matin jusqu'au soir. Également, nous avons appris notre métier. انا تلميذ من تلاميذ البروفيسور وحنا انا هنا باش نشهد باللي البروفيسور يوراني كان من احسن ومن اكبر جراحي المخ والاعصاب في الجزائر. انسان اهدى في حياته كامل ووقته كامل للمرضى وجراحه المخ والاعصاب في اي تدير، وطور المستشفى وطور القسم تاعو احسن تطوير، يعني وكان على يده تخرج الكثير من جراحي المخ والاعصاب ومن احسن جراحي المخ والاعصاب في الجزائر حاليا. ويعني انا شهاده لله انه الاستاذ تاعنا كان، يعني ما جاني شفت واحد يتبع المريض كما هو يعني في جراحه المخ والاعصاب. كنا ندخلوا يعني كطبيب مقيم نبداو الخدمه نبداو على 7:30، يعني واذا كملناها على 12 تعديل والوحده تعديل مع هو يكون معنا في المستشفى. يعني الحمد لله وكان لنا شرف كبير انه تلمذنا على يديه، وهذه كما يقول لك بالقوريه انا جو بروفيت سيت اوكازيون بور اكسبريمي ما غراتيتود دافوار ايتي نوتر ولا مونتور en neurochirurgie, non seulement en neurochirurgie, mais même aussi dans l'école qu'il avait. Yani, je suis très heureux et très fier et j'ai beaucoup d'honneur d'être son élève. بروفيسور يوالا لان هادو اثنان من اهم جراحي المخ والاعصاب في الجزائر الان، بروفيسور كمال بوعيطه وبروفيسور لطفي ببلاطه. وجهوا لك هذه الرسالة ويتفقوا على أنه كان فيك ميزة، يقولوا بلي ما كاش طبيب يتبع المرضى كيما أنت. وش كيف ترد عليهم؟ إي خاطر النوروجي تخاف، الخوف، تخاف المرض يروح لك، تخاف لي زوتوريتي. إي الميتي تقول سي جي با ريوسي لوبيراسيون سي با بيان. Oh, mais il y a des épisodes, yani, je me souviens, de dépression. Je reste une semaine sans parler. Alors, je suis dégoûté. Alors, qui t'accade le wadaïa ou qui mout le camarade? Qui mout le camarade? Qui mout, où est-ce que tu as, professeur? Où est-ce que tu as le camarade? La dépression. Je ne suis pas content, je ne suis pas content. كي نوصل للدار ما ناكل ما نرقد، سي سا سي ديفيسيل، سي بينيبل. وكي تنجح العمليه واش تسعى؟ نفرح نقول سي نورمال، مي سي فري يا دي زوبيراسيون سا ديبوند لوبيراسيون، كاين الوعرين كي تسلكها سي بيان. Même des fois, ce qui cette spécialité où elle pose des problèmes. Des fois, pour rien du tout, le malade est là. Et c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas rester tranquille quand on est dans cette spécialité. Matin et soir, les amis, il faut prendre toutes les précautions. Et donc, qui tu fais de Amaha. On ne fait que regretter. On ne lui dit rien. Il se bat. Neurochirurgie, je pense que c'est comme l'armée. L'armée. Donc, c'est pour ça que je suis soulagé maintenant. Bouaïta Boublata, كانوا طلبة ملاح ولا عاونوني بزاف parce que c'est du répondant. Ils ont du répondant. Et c'est pour ça que
انا ثاني جي ديك درت فيهم ثقه. اه هما في اثنين انا كانوا معايا في حوار هنا في علمتني الحياه، شهدوا باللي انه انت كنت تخليهم يتعلموا وتتعاونهم باش يتعلموا. وي بروفيسور تعبت في هذا التخصص كثير. نعم تعبت في هذا التخصص. وي نقول لك قلبي مريض، لي بومون تاعي لي زانتستان لو ديابيت هذاك مع ذيك لا بولينيفريت هذيك تقولك شو هانديكابي مش دوموند ريان. جاي ما ردريت وخلاص. بارك الله فيك ان شاء الله ربي شافيك. يقول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا اللي يحيي نفس واحدة، فما بالك أنت بفضل ربي سبحانه عز وجل تمكنت من إنقاذ حياة الكثير من الناس، فتأكد بأن هذا التعب ما راحش يروح خسارة عند ربي سبحانه وسيجازيك الله عليه إن شاء الله. بروفيسور نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك سنعود لمواصلة النقاش. مشاهدينا نتوقف عند فاصل وبعد ذلك سنعود لمواصلة الحديث حول قصة نجاح واحد من أهم أطباء وأساتذة الطب في هذا التخصص جراحة المخ والأعصاب في الجزائر. فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم، نواصل معكم الاستماع والحديث عن قصة البروفيسور نافع إيوالالان رئيس مصلحة جراحة المخ والأعصاب في مستشفى أي تي دير الجامعي بالجزائر العاصمة، وواحد من أهم أساتذة الطب في الجزائر الذين أو الذي تتلمذ على يده وتعلم على يده الكثير من الجراحين الآن في الجزائر. أهلا وسهلا بك بروفيسور. في نهاية الجزء الأول تحدثنا عن معاناتك وتضحيتك من أجل المرضى ومن أجل هذا التخصص. قدر ربي أنه أصبت ببعض الأمراض، وكما قلت هذا الأجر كبير جدا عند ربي سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأنت بفضل ربي ساهمت في حياة الكثير من الناس. لكن يقول الكثير من الناس بأنه المستوى اللي كان عندك مستوى كبير جدا، وانت درت تربصات في فرنسا، علاش ما بقيتش تشتغل في الخارج؟ هل اقترحوا لك باش تبقى في الخارج؟ نون جيتي جيتي ان اسيستون. هما يسون فيش دي جون ماشي في فرنسا يقول لك وزالي فينير بيان، ماشي سيتي ديفيسيل difficile donc ne nous permettait pas d'avancer à la collège. Et pourquoi je suis revenu justement parce que ce petit deux ans ça y est écoute classe parce que il laisse nous les blades pour continuer ma carrière et je suis revenu. Habibi, tu restes en الخارج. Et ça sert à rien. Là où je connais des gens qui sont restés. Ils ont commencé en même temps que moi. L'un fait Paris, l'autre, je ne sais pas, à Strasbourg, à Marseille. Ils n'ont pas bougé. Ils m'ont dit d'un iota. Ils sont toujours des chirurgiens attitrés. Mais ça ne servait pas à grand-chose. Tu es content de la mesure de ta vie? Oui, en principe, oui, il n'y a pas de problème. Bon, j'étais retraité, c'était bien. خلاص. J'ai dit c'est ouf. واش هو الموقف الصعيب كامل اللي ما تنساهش اللي صرا لك في المستشفى، ولا بعض المواقف اللي جاوك صعاب عشتهم في المستشفيات؟ كاين بزاف. سي بور سا ك قلت كيف نسلكها، باسكو جيتي لو سول ريكوش في السبيطار هذا. J'ai dit, il y avait des malades, il y a vraiment qui sont très difficiles ou des fois, je pense que je ne peux pas les voir. Je vais voir la famille, je leur dis, « Ya khouya, moi je vais vous dire, je vais vous dire, je j'ai fait des prises en charge. Je dis, « Je ne peux pas les prises en charge. Il y a des gens qui vont à l'étranger. » Donc, je me suis dit, il faut être honnête avec soi-même. Quand je ne peux pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Quelle est l'opération que tu n'aimes pas faire? Tu es difficile, tu es difficile ou tu es difficile?
ايه سيرتو هذوك لي هذوك لي مال فورماسيون هنا واعرين بزاف وران في دلوس متر لو سيرفو لو سيرفلي اليز مي سيتي دي زوبيراسيون كي نافي با تيلمون دو سوكسي فوالا ما نحبهمش لا موال ثاني كنت لا تومور كوم اون دي ايت انفيلترانت سي با بوسيبل دو لانلفي ان توتاليتي سي ديسفون. واش هما العمليات الجراحيه كامل اللي درتهم؟ الامراض اللي عالجتهم لي تومور لي تومور لي مالفورماسيون هذاك السبينا بيفيدا هذاك درت فيه لا تيز تاعي على ليبوك لي مالفورماسيون فاسكولير بون يانا في بوكو قلت لي هاد لا كريسيون اسكو سي وكنت كان عندك تجربه مع الاطفال الصغار ثاني وي الحمد لله سيرفيس دو شيروجي انفانتيل و ندير هذوك لي سبينا داك سبينا سبينا بيفيدا وي جي في مانتيز لا دسو كيفاش كنت تتعامل مع الاطفال اللي حالتهم صعبه كيفاش تتعامل مع والديهم كذلك مالغرم جي لور دي با دي ميرفيل جي لي روسوا جي لور دي لا سيتواسيون دو فوتر انفون اي ديفيسيل باسكو سا فو با دير كي فا ريكيبيري نحاول لابول هذاك جي اوبيري ديجا ان في البلاد سا مغابيل جا عندي بكري مام دخلت معاه لمسيد كبير عليا ب 4 و 5 ans جي لي اوبيري سي ديفيسيل ان بالي لا في سو كون ابل لا باراليزي هذيك لا ولا بوليو مالي Ils m'ont toujours dit qu'il y a la polio. Je suis toujours avec des biquets. Et qui vous sont là, le qui fait. Comment la maman t'a laissé sans voir cette horrible chose. Mais je l'ai opéré, mais ce n'était pas. À cette fête d'ailleurs. Quand je l'ai opéré, on ne pouvait pas fermer bien la malformation. C'est que. Mais rien, je n'ai rien avancé, je n'ai rien fait. اشتغلت في القطاع الخاص في البريفي. وي. لكن حبست. لماذا؟ انا خاف من الدوله يقول لك راك خدام ويسرق عاد عييت خفنا خلاص. رجعت للمستشفى. ها؟ دائما في المستشفى. كي نروح للبريفي على ليباك نروح ل le jeudi vendredi à la macan alors il y a ce professeur انت قررت تبقى هنا في الجزائر وتشتغل في المستشفيات ونعرفوا انه العلاج في المستشفيات مجانا باطل المريض ما يخلصش في المستشفى يعالج مجانا ما كانوش يهمك دراهم المال ما كانش يهمك انت قررت انك تبقى في المستشفى فقط لماذا علاش مستشفى سي 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 لا في سي ما في في البريفي لازم تروح تنيغوسي يقول لك اعطيني هكاك وسو تو سا سي با مي جافي بزوان دارجون ما نكذبش عليك مي جالي او بريفي مي C'était atroce, dérangeant. Aller au privé, aller, revenir au privé, et bien, le privé, tu as des grimaces bêtes, tu as le malade. Et c'est pas facile. كاين الناس ما عندهمش المال ما عندهمش دراهم باش يديروا العمليه الجراحيه في البريفي ويجوا للمستشفى وما يلقاوش مواعيد ما كاش لي رونديفو الوقت ما يسمحش كيفاش كنت تتعامل معاهم؟ الفقراء اللي ما عندهمش باش يعالجوا في الخاص في البريفي. اسمح لي ما ندخلهم بس في السبيطار. كاش اللعب داير جاو اون فوا صرات لي جاو دي بارون دو مالاد يبكيو راحوا دون تو لي زوبيتو. جاو عندي يا طبيب كيف نديرو؟ قلت لهم يا ريان افير رحم والديكم.
اي ابري ميزت قلت لي وهذاك اللي عنده ان كونسير افونسي ما كاش وين يروح. بعد قلت ليكيب تاعي لازم يدخل، خلاوه يدخل خلاونا ما راناش برلين ولا رانا هنا. اي با دخل اون اور ابري توفى الهرم. لكن انت درت اللي عليك. اه جوي مارو ميرسي. حال من خطره صارت لك هذه؟ ها؟ دير؟ جو سي با راه بزاف. بزاف كان بزاف. سبيطار استقلاله دائما. بروفيسور كاين في اثناء اجراء العمليات الجراحيه في بعض الاحيان يصراو تعقيدات دي كومبليكاسيون. اه وي. سي كور هذو باستمرار يصراو وفي بعض الاحيان تحس انه ماشي انت اللي سلكت هذا المريض، تحس انه كاين طاقه من عند ربي جات وسلكت هذا المريض. بيان سير. صرات لك هذه؟ وي مي سيانتيفيكمون جو ميكسبليكي با. الحمد لله يا رب انا وليد مرابط دونك سي بور سا كو جو كروا بوكو اون ديو. Mais il y a des choses inexplicables. كيفاش يسلك مريض ما على بالكش بلي؟ ولا دي فوا ما نقدرش نقول كيفاش سلك. خاطر كان عندي دي بروبليم في لوبيراسيون يعني فطن هكاك ما نحوسوش الفرد. كيف فطن؟ حنا كيف فطن المرض سي ديجا بون. بعد ما يفطن المريض وش هي العمليه اللي تتلو وش دير له باش تتاكد انه نجحت العمليه؟ سكانر دو كونترول. السكانر هذا ما كان خاطر اون بو با دير بلي لوبيراسيون راهي ناجحه الا ما دارلك سكانر دو كونترول سي با بوسيبل. هو اللي يوري لا كاليتي دو لوبيراسيون سي لو سكانر دو كونترول. شحال اكبر عمليه جراحيه في الوقت قمت بها؟ شحال شدت لك وقت؟ اوبيراسيون فاريابل من 4 8 10 10. كاين اكثر من 10 ساعات؟ كاين كيكون لي كومبليكاسيون تو سا. كي صرا لك تعقيد كومبليكاسيون كيفاش دير؟ نزعف. اي نزعف نقول سي با بوسيبل. غالب دي كومبليكاسيون ما عند ربي سبحانه بتاتر والله ما عندي. وش هي الميزه الحاجه اللي لازم تتوفر في جراح المخ والاعصاب؟ حاجه لازم تكون فيه باش ينجح. باش ينجح لازم توت لي بريكوسيون ديزاج. Il faut bien connaître le malade, il faut enregistrer à l'imagerie qui montre la tumeur, la lésion. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de prévenir. بالنسبة لسرطان المخ بروفيسور، في الوقت اللي بديت فيه أنت ممارسة هذه المهنة جراحة المخ والأعصاب كانت القضية صعبة وباش نحيها صعبة، والآن كذلك ما زالت تطور الطب في مجالات أخرى لكن سرطان المخ ما زال القضية صعبة. كيفاش كنت تتعامل معاه انت لما يجوك حالات سرطان المخ؟ ما نقولوش، نقولوا لوبيراسيون تنجح. وصح مع لي بارون نقول لهم يا ودي ما نعرف اذا تنجح. غير او في يد ربي سبحانه. ما راسك. بعد ما خذيت التقاعد تاعك تحولت ل كندا. لكن انا كنت كان المعلومه كانت انه رحت غادرت باش تعيش في كندا. هل هذا صحيح ولا لا؟ مش كنت ما سي با فري جو با دير لا سي جي مون فيش يخدمكم ان اسكلاف مي سي تو لا سونتي سي با كو كريتيك ان بي مي سي تي با بوسيبل دو فوار ان سبيسياليست. انا كي رحت من شهر نخاف عليا. تخاف على روحك؟ وي باسكو ما كاش تروح لا مكان.
عاودت رجعت للجزائر، رحت رحت عشت سنة ولا سنتين عاودت رجعت. لا راح عشت 3 شهور. 3 شهور عاودت رجعت. اه وي كي تروح لكندا سي با فاسيل دو ريستي 15 جور مع ولادي. معناها نحس انه الجزائر عندها مكانة خاصة في قلبك بروفيسور، تحب الجزائر. كيما الناس الاخرين، جو في با دير كو موا شو ليكسيبسيون، نحبها كيما الناس الاخرين. سي ان بيي كي بيان كو ميم، انفان بيان. دي فوا كون جو فوا ايور جو مي دي اي فو ميو لا، انا سي با لاج ني با لو ميم. سي جو ماتريس ان جون بيان سور يقول لك واش البلاد تاعك هذا، سي كوم سا كي ديس مي نقولو. Pour vivre. Mais je vis bien, à mon niveau. Voilà. Professeur, بعد هذه السنوات اللي عشتهم وانت تلميذ متقرا في ظروف صعبة والسنوات اللي قضيتهم كذلك في المستشفى والعملية الجراحية، وش تعلمت من الحياة؟ عيب على الحياة. نعرف الحياة لا في. سي دور. Et je suis devenu plus petit. Alors je sais pas, une angoisse terrible. Et je me dis que la vie est parfois extrêmement difficile. Mais j'ai dit, je pleure pas au moment. Mais je vois des fois les jeunes, je me dis, il faut dérouiller. حنا بالك سلكنا شوية، مي جيسبيغ كو يفون لي شوز فون ساميليوري. واش هي المواقف اللي جاوك صعاب في حياتك؟ لا لي مالادي دو مي بروش. جي با لي لا مالادي دان بروش. لي دوي. حدث انه انت جريت عملية جراحية لواحد من عائلتك. واحد من الأقارب تاعك. وي كاين. كيفاش تتعامل معهم؟ صعيبة. أحب ما نقول لهم صح. علاش تحب تقول لهم لازم له لازم له لوبيراسيون اكسيتيرا. هذه هي. وش هي الأمنية تاعك الآن بروفيسور؟ وش راك حاب الآن، وش راك حاب تحقق؟ وش راك حاب تدير الآن؟ إيه واش ندير؟ الجزائر البلاد. قاعد في الجزائر ني لاباس راني نسكن في عين طاير ونروح للبلاد كان كلش، ما حاجه اخرى شويه. فوالا سي با شبعت من الدنيا. شبعت من الدنيا، مي عشت في فرنسا عين توسا شفت كاع سي با سا سي با نوتر افنير. فوالا سكو جو دي نوتر افنير يفو كون سو ديبغوي إلي شي نو إيسي هذا مكان. بارك الله فيك بروفيسور نافع الولالان، نشكرك جزيل الشكر على هذه البساطة في الحديث تاعك، على هذه الصراحة، وكل الشكر والتحية والتقدير ليك أنك ساهمت في تطوير هذا التخصص، تطوير جراحة المخ والأعصاب، سواء بالعمليات الجراحية اللي كنت تجريها، سواء بمساعدتك للفقراء، سواء بتكوين جراحية المخ والأعصاب الآن اللي راهم ناجحين في الكثير من المستشفيات. ونتمنى لك كل الشفاء، ونتمنى لك عمر مديد ان شاء الله، حتى نستفادوا منك ونستفادوا من خبرتك. وتشرفت كثيرا بحضورك معي، شكرا جزيلا. يعطينا ربي سبحان الله، يعطينا شهر تدي اون بلوس سي ان غان سي ان فيكتوار. ربي يطول في عمرك، وانت نجاحات كبيره جدا من خلال مساعدتك وعلاج الكثير من الجزائريين. شكرا جزيلا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من علمتني الحياة مع البروفيسور نافع إيوالالين، رئيس مصلحة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أي تي دير في الجزائر العاصمة. استمعتم إلى بساطة أحد أكبر الجراحين هنا في الجزائر، واستمعتم إلى مسيرته كذلك، وهو الذي تأخر في الدخول للمدرسة بعدما انقطع عن الدراسة بسبب ثورة التحرير، وجاء إلى الجزائر العاصمة من بوغني في تيزي وزو إلى الجزائر العاصمة
حتى يتمكن من بداية الدراسة، ومع كل هذه المصاعب أو تلك المصاعب التي مر بها استمعتم إلى هذا النجاح الكبير جدا، استمعتم كذلك إلى علاقته بالفقراء وعلاقته ببلده كذلك، وهو الذي رفض كل العروض التي قدمت إليه من الخارج فقط من أجل مساعدة ومن أجل علاج أبناء بلده الجزائريين، واستمعتم كذلك إلى هروبه من القطاع الخاص وبقائه طوال مسيرته في القطاع العام. كان هذا ملخص بسيط جدا من إنجازات كبيرة جدا ومن مسيرة كبيرة جدا مشرفة وتدعو للفخر والاعتزاز للبروفيسور نافع إيوالالان. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ألتقي بكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.